جابر بن زيد كان قد أحبه في الطرف الآخر، في الجانب الآخر أيضا أحبه أبو بلال مرداس بن الحدير، أحبه أبو بلال مرداس، فكانا يتلازمان طيلة النهار، ولا يفترق أبو بلال عن جابر إلا ليلا، إذا آوى كل منهما إلى فراشه ومنامه عند ذلك يفترقان. ثم يلقى أبو بلال يلقى جابرا فجرا، عند الفجر يلقاه فيقول أبو بلال لجابر: يا جابر والله لقد اشتقت إليك، مع أنه لم يفارقه إلا عند النوم ولقيه لصلاة الفجر، فيقول: والله يا جابر لقد اشتقت إليك، وطالما هبت نفسي طول الليل ذا للقاك، يعني أتشوف بدا الفجر ولا بعده، طلع الفجر أم ليس بعده، كي ألقاك وأراك. رجال إذا الدنيا دجت أشرقت بهم، وإن أجدبت يوما بهم ينزل القطر، أقاموا بظهر الأرض فاخضر عودها، وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظهر، أقاموا بظهر الأرض فاخضر عودها، وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظهر. لله نخبة أبرار صحبتهم كانوا الأمان، فأبقوا بعدهم فزعا، كانوا السحاب فكانوا البحار فأبقوا بعدهم يبسا، كانوا السحاب فأبقوا بعدهم قزعا، صحبتهم وغيوث الأرض هاطلة ففارقوني فظن القطر وانقطعا. أولئك القوم ملح الأرض إن فسدت، فأين هم وفساد الأرض قد قرع، وكانوا عبادا رهبان ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. رجال